يعني هنبدا يعني كيف يقول حديثنا عن القضيه الاساسيه اللي هي قضيه العنف ضد المراه. يعني طبعا دائما هذه القضيه دائما الحجه حقتها انه العادات والتقاليد، انه هذه دائما تلاقيها فجاه تلامس يعني من الاسباب الرئيسيه. انت كرجل دحين هسألك سؤال، هل تشوف في مبرر لهذا الشيء انه العنف ضد المراه؟ هل في اي مبرر انه الرجل يقدر يقول انا عنفت زوجتي عشان او صديقتي عشان؟ اكيد ما في مبررات، لانه مجرد نحن عم نحكي عن العنف فهو سلوك بشري ناتج عن خلل. خلل من الرجل بتركيبة البشر نحكي بالعام، يعني فهو ناتج عن خلل، فهو أكيد غير مبرر طبعاً. ولا له أي سبب. يعني أنا من الناس اللي أقول دائماً الرجل اللي دائماً يعنف هو عنده دائماً مشكلة شخصية وعنده نقص من الداخل طبعاً. ولازم يعالج. يعني كثير كثير أتعب لما أشوف مرأة تعنف وتقعد، جداً صعب، بس هي المشكلة آلية دائماً تلاقوها موجودة. بس هي لما تعنف وتقعد أعرفي بأنه هي عنفت وسكتت لمجموعة من العوامل. صحيح، العوامل كثيرة. يعني إحنا قاعدين نتكلم عن انتهاك حقوق المرأة، عن الفقر، عن المجاعات، عن انتهاك حرية التعبير، عن التمييز العرقي على نطاق واسع. كل هذه مشاهدينا شرور شائعة للغاية وتدمر حاضر ومستقبل البشرية، خاصة في ظل وجود مجتمعات مليئة بكل بما سبق. صحيح. كيف ممكن احنا نعرف نحارب العنف؟ وتتعدد أسباب العنف وأشكاله وكيفياته. هي. يعني هي ما تنحصر بنموذج معين من الرجال. يعني العنف له أشكاله، في العنف اللفظي والجسدي. صحيح. والرمزي، كما يقال العنف النفسي، مؤخرا عن العنف الإلكتروني وهو يمكن الأكثر انتشاراً. أيوة. يعني هلأ بسوشال ميديا التنمر والفضائح والابتزاز ويعني فهو محيط بمجتمعنا نحن الشرقي. واختلاف أسباب العنف يعني واختلاف نماذج الرجال التي تمارس العنف، يعني أحداها الشعور بالنقص، أو لما يشعر الرجل أنه الامرأة متفوقة عليه بلحظة. يعني الضغوط النفسية بتلعب تربية. دور التربية والتنشئة الخاطئة طبعاً. أنه بيكبر الشاب أنه وباعتقاده أو بمفهومه أنه هو أعلى مستوى من المرأة أو هو القيم عليها. وهذا اللي بيشبه كاركتر الشاويش أو كاركتر السيد يعني أنه هو الأمر الناهي، هو المسموح والممنوع من عنده من خلاله. صحيح. يعني بالإضافة للضغوط الاجتماعية بتولد عنف، العطالة والبطالة. يعني هذه معك حق فيها، العطالة والبطالة تسبب الرجل يحس أنه هو في مشاكل نفسية فيصير يطلعها في البيت فبتعمل هاي الـ طيب مهيار، تونا قاعدين نتكلم وأنت قاعد تقول عن مبررات عديدة أو قد تكون أسباب لوجود هذا، تعد لا تحصى. يعني بالضبط حقيقة. إحنا قاعدين نشوف تزايد كبير لحالات العنف اللي ضد المرأة سواء بالعالم أو في المجتمع العربي. برأيك أنت تشوف اللوم يقع على مين بالضبط؟ على المجتمع، أو اللوم الأكبر على المجتمع، المرأة، على مين بالضبط؟ على الرجل، مين؟ يقع اللوم على الجميع. تزايد العنف له علاقة بنشر ثقافة ووعي بجيل مدرك ماهية الإنسان وقيمة الإنسان. فكرة أنه المرأة هي عضو تابع للرجل، هي ما أنا من معطيات الطبيعة، هي من معطيات البشر، فدائما في هذا الجدل. بالضبط. يعني صراحة في نقطة كثير أحب أقولها دائما لما ينحط اللوم على الرجل، أنا دائما أقول ترى مو الرجل هو الوحيد الملام في هذه النقطة، ممكن تلام أمه لما هي تعطيه السلطة أنه هو يمد يده على من هذا اللي العنف في البيت على المرأة اللي العنف ضد المرأة. بالضبط. يعني الناتج من المرأة. فدائما اختيار الجواز على فكرة، يعني الستات يعني لما اجي اختار على فكره في رجاله كتيره جدا بتبقى واضحه وصريحه جدا من بدايه، الست هي اللي بتستمر وبتقدر ان هي تميز ابناء الشباب. انا هتجوزه والراجل عادي في الاول يضربني وتكون راضيه. بس اللي عايزه اقوله لك دلوقتي، اكيد يعني الراجل اول مثل بالنسبه له بيبقى باباه ووالدته، فهو يعني تعلمت منهم ازاي تكون راجل وتعامل مراتك ازاي؟ اكيد من البيت هي اللبنه الاساسيه واللبنه الاولى بتنطلق من البيت. بالاضافه للتعليم، بالاضافه للتربيه، بالاضافه للعمل على الذات. يعني بس ايه الذكرى عامه، يعني كانت ايه الحاجات اللي لفتت نظرك في المعامله ما بينهم؟ يعني نسبيا انا كنت بعائله مستقره يعني مبنيه على الحوار،
الأسري مبنية على تفاهم الأطراف بين بعضها، ما في عائلة ما فيها مشاكل صح. وبتنشأ فيها هي المشاكل، ولكن كيف بنعالج هي المشاكل نحن؟ فهذا بينمو بداخله الإنسان وبيطوره، وبعدين بيقدر يأدرك مفاهيم يمكن ممكن تكون خاطئة عنده بلحظة يعني. قديش بقدر أنا أطورها بذاتي؟ بالضبط. وبرضو ما ننسى الدور الأهم والأكبر اللي هي التشريعات في الدول. يعني الحمد لله أتكلم صراحة عنا، عندنا في السعودية نعتبر من أوائل الدول في الشرق الأوسط اللي نسن قانون لحماية المرأة من الإيذاء وضد التعنيف عن المرأة. يعني هذه نقطة صراحة أنا أشوف أنه وجود عقاب راح يكون رادع للعديد من الناس، وهذه يعني من أهم الأشياء اللي لازم أنه إحنا نشدد فيها في كثير في الوطن صحيح. العربي، لأنه هذه يعني ظاهرة موجودة. هي أهم الحلول هي أنه سن قوانين صارمة تجاه المعنفين، يعني بناء حتى بناء دور للرعاية. يعني العنف ما هو وليد اللحظة، هو منذ الأزل يعني موجود، ففي أزمات نفسية عند بعض النساء نتيجة العنف الممارس ضده. بس دور للرعاية، دور للإصلاح صح. التوعية عن طريق الإعلام، عن طريق بالضبط. والناس ترى تشوف العنف كأنه ضرب، بس لا، العنف ترى جسدي، العنف نفسي، العنف جنسي، فهذه صحيح. كلها تؤثر صحيح. بشكل كبير. بس بشكل عام إحنا الحين يعني إحنا نتكلم عن عنف الرجل ضد المرأة، ولكن بعد إحنا ما ننسى بأنه في كثير من الرجال هم أحسن مدافعين عن حقوق المرأة، وقد يكون مصدر العنف في كثير من الأحيان هو المرأة نفسها. الله. مثل تمام. أنت ما قلت قبل شوية، نرجع هنا إلى التربية، اللي من يوم أنا ما أشوف ولدي يضرب بنتي أحق يعني أبرر له قدام بنتي، أقولها أخوت من حقه أنه يضربك، إذا أخوت ما ضربت وقالت وين الصح وين الغلط، من يبغي يعلمك وين الصح وين الغلط؟ ألاقي مبرر لهذه المرأة إنها تنكسر. هذه الانكسارات اللي تتربى البنت على وجودها سواء لفظيا أو جسديا، وهذه التبريرات اللي يتربى الولد على وجودها أنه يحق له أنه يصوب المرأة حتى لو في الخطأ صح. ترجع في الأساس إلى التربية صحيح. وإلى المرأة نفسها. معلش أنا بس حابة أضيف شيء واحد صحيح. إحنا كثير تكلمنا عن العنف ضد المرأة، بس في رجال كثير كمان معنفين من المرأة. مع كل احترامي أنا يعني أكيد كلنا مرينا على رجل كمان اتعنف من المرأة، فالواحد حلو أنا عارف إحنا طاولة نواعم كلنا سيدات، بس هذا واقع كمان إحنا نعيشه، إنه في رجل معنف وفي مرأة معنفة. بالضبط. عشان ما نكون إحنا بس نتكلم عن المرأة المعنفة، كمان في رجل معنف أقلية أكثر من السيدات المعنفين. بس كنسبة أكبر طبعاً. صحيح. التعنيف مختلف. أيوة. طيب العلاقة بموروثنا بثقافتنا بمجتمعنا الشرقي، يعني العلاقة بالموروث، يعني أيوة. العلاقة بشكل كيف بننظر نحن للمرأة أو كيف. بس كنت حابة أضيفها إنه يعني مو معقولة بس إحنا ستات طبعاً. طبعاً نحن مظلومين.